سؤالك الثاني. سؤال ثاني بيقولك التنكيس في الصور، يعني ينفع مثلا أقرأ صورة الناس في أول ركعة وبعد كده أرجع ثاني بأي صورة ثانية، ولا لازم على النسق المعهود يعني؟ هذا جائز لكن خلاف الأولى. أما الجواز فلأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام. صلى فاستفتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. الشيء الثاني أن ترتيب المصحف على النحو الذي بين أيدينا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لكن فيك. الأفضل الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر بالسجدة وهل أتى على الإنسان، وفي الوتر بالأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص، وفي سائر الجمعة على سبيل المثال صلاة الجمعة يقرأ بالأعلى والغشية. هذا ترتيب والله أعلم. بارك الله فيك. فيك. أما الجواز أيضا فللآية الكريمة فاقرأوا ما تيسر منه. السلام عليكم.